لبنان بلد الفن وحريه الابداع على الورق وبالدستور، على الارض وبالتطبيق. السلطه الامنيه والطائفيه هي اللي بتقرر عنا شو مسموح نسمع ونشوف. فيلم المنع برايهم لانه كله ما بيقطع بدون توضيح سبب معين، بس رجعوا صرحوا للاعلام انه التهم هي تشويه صوره المراه اللبنانيه، تشجيع على تعاطي المخدرات وعلى المثليه الجنسيه ولاسباب دينيه واخلاقيه. طبعا ببلد الابداع ممنوع نحكي بالدين، بالجنس، بالسياسه، بالطوائف، بواقعنا، بتاريخنا كله. طيب شو بنحكي؟ عنا في مكتب بالامن العام، يعني العسكر هو يلي بحل وبيربط. ببلد الابداع العسكر وصي على الثقافه. ولما يتعقد الموضوع بحولوك للجنه فيها ممثلين من كل الوزارات الا وزاره الثقافه. بالبلاد اللي بتحترم الثقافه الرقابه ما بتكون مسبقه. الرقيب ما بيكون عسكري، العمل الفني بياخد حقه قدام الجمهور. بحال في مشكل القضاء المدني هو يلي بيحكم ومش وزارة الداخلية. هون في أعمال فنية بتبرم العالم بس ممنوعة ببلدك. حرية الأعمال الفنية والأدبية منا رقم. المطلوب إلغاء الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية.